والآن وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية يستعرضها لنا مصطفى ميزار. إليك مرة أخرى مصطفى. شكرا محمد من جديد وشكرا دينا. للطقس أدوار أخرى مشاهدينا الكرام نستعرضها بعد قليل. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر ولطيف نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومائل للبرودة في أول الليل وبارد في آخره على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 19 درجة والصغرى 15، يكون الجو فيها معتدل. في الأسكندرية 18-15 مائل للبرودة، في مطروح 17-14 مائل أيضا للبرودة، في بورسعيد 22-14 يكون جو معتدل، في الإسماعيلية 21-12 يكون الجو معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 20 درجة مئوية والصغرى 13، يكون الجو فيها معتدل. في العريش 20-14 الجو معتدل، في طابة 18-15 مائل للبرودة، في شرم الشيخ 23-17 معتدل، في الغردقة 23-16 يكون الجو فيها أيضا معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 22 درجة والصغرى 14 درجة ويكون الجو فيها معتدل. في أسوان 23-14 الجو فيها معتدل، في الوادي الجديد 23-13 يكون الجو فيها معتدل، في حلايب 24-18 معتدل، وأخيرا في شلاتين 26-16 يكون الجو فيها معتدل. الآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.